اليوم مرحبا بكم معنا في برنامج جديد ومطلوب عند بزاف جزائريين، وصفة وحكاية. مرحبا بك في الله. يطول عمرك. لاباس راكي مهنيه مرتاحه؟ مع ماما نعيمه ما كاش كيفاش ترونكيل. الله يبارك يا ربي يحفظك. حنا كيما العاده والعوايد نجيب لكم وصفات تقليديه جزائريه معروفه، لكن الحكايه عند في الله. الله يبارك. نعطوها لكم بالتفصيل الممل، ولكن قبل هذا وذاك نمدوا قبل المقادير. جيد، بارك الله فيك. اليوم واش جبنا لكم طاجين لحلو، ولا كاين في الشرق الجزائري ولا في مناطق اخرى يقولوا لحم لحلو، خاطش يديروا له اللحم. حنا اليوم ما عندنا لا لحم لا دجاج لا حتى حاجه، طاجين لحلو. نروحوا للمقادير مباشره ومن بعد نرجعوا للحكايه تاع لاله فله. ربي يطول عمرك. واش عندنا هنايا؟ نبداو بالمزهر هاوليك. هنا نقول لكم المقادير مضبوطه باش هكذا اي وحده تجرب هذه الوصفه راح تنجح معاها 100%. مريقه معسله ومذهبه، الله الله عليها. هنا عندنا قلنا مزهر هاوليك نص كيلة على حساب لوكو، على حساب التقوليه تاع المزهر. هنا عندنا كيلة تاع زبيب هاوليك، عندنا كيلة تاع مشمش مجفف اكيد هاوليك، عندنا كيلة تاع عينه، عندنا كيلة تاع السكر. هكذا باش ما يتلف لكم والو، كلش من كلش كيلة كيلة هكذا في الله. موافقه؟ دونك هاد الفواكه المجففه من فضلك تعيشي حطيهم لي هنايا. بسم الله. هكذا الفواكه المجففه هادو واش يديروا لهم؟ كاين بعض الناس يفوروهم في الله، وكاين اللي يدفوا الماء ولا يسخنوا يحميوه ويحطوا هذه الفواكه المجففه يتلقوا شويه باش ما يطيبونا ما يقعدوش لونطون داخل السيرو تاعنا. السيرو تاعنا واش فيه؟ بسم الله. نبداو بالسيرو هو الاول. بسم الله. ميها فوالا. نحطوا السكر، نحطوا الكيله تاع السكر تاعنا. شوفي في الله هذاك لو سيرو كاين اللي يحبوا فريمون مايه، باش هكذا كاين اللي يحب يغمس، صح؟ كاين يحب يغمس المرقه تاع اللحم الحلو. وما نساوش باللي الفواكه فيهم السكر، فيهم كميه من السكر، تجي موزونه. يعطيك الصحه. نديروا الكيله تاع السكر هنايا هاي ليك، ونديروا الكيله تاع الماء. الله يبارك. الحركه المعهوده، ملعقه من فضلك. كل شيء تفضلي. هنا باش ما يحبطناش السكر ويتحجر، واش نديروا هذه الحركه؟ نحركوا ايه واحد زوج دقائق باش يذوب فريمون السكر ويولي محلول مع الماء. هكذا. انتم ما ديروش كيما انا، اقعدوا تخلطوا مليح باش يذوب السكر. الله يبارك. واش ندير هنايا؟ هذه طريقة تاع ماما نعيمة وطريقة كل الجزائريات أتصور. وانتي قولي طريقتك في الله. ما كان حتى مشكل. هنا أنا واش ندير؟ ندير السكر والماء، ندير شريحة ليمون. إضافة رائعة. إضافة رائعة. أوي. البنة ويقعد صفيفر، الله الله عليه. لون ذهبي. فوالا هذه هي. ندير شريحة ليمون، ندير عود قرفة. فوالا. وهنايا ندير شوية ما نكثرش باش تمدنا هذيك لابغيونس. أكيد. ومام تمدنا بنة. الله يبارك. دي موزونة. تحت فوالا. غير واش لازم. غير واش لازم، شوية برك. فوالا نخليها هنا. واش ندير في هذه المرحلة؟ نرفعوها بارد في بارد. بارد في بارد. فوالا. ونحطوها فوق النار. هذه هي. كيما راهم يلاحظوا معنا المشاهدين، جبنا كمية قليلة فقط، خاطش حنبازيو على شباح السفرة. يا الحكاية يا الحكاية. شوفي ماما نعيمة، هي في أصل الحكاية تاع نهار اليوم شباح السفرة هو اللي جا قبل اللحم الحلو. أكيد. عندي المعلومة الأكيدة. هذه هي. دونك حنايا درنا نصبنا القدرة تاعنا غير بكمية قليلة، لأننا حنركزوا على شباح السفرة. السفرة هذه هي. حنا هادوما قلنا عليهم مقبلة باللي دوك كي يطيب السكر، كي يغلي السكر. نعطيكم أستيس هايلة مهمة جدا. هنا واش ديروا؟ بعد ما ترنخوا ولا تشمخوا هذا المشماش وهذا العينة، تحطوا الحبة اليابسة هي الأول. هي الاولى طيب شويه واحد زوج دقائق ولا، باش ترموا هذوك الحبات طريين باش هكذا ما يجيكمش محرحر. والعينه نحطوها اخر حاجه. فوالا. وكي نحطوها ما نحركوش، ما تطلقش هذاك اللون الاسود تاعها. فوالا هذه هي. ويا لاله فله، ماما نعيمه من نوع تاع السيدات الجزائريات. تحيه كبيره لكنا. عندي اللحم الحلو تاعي في الافراح، في رمضان، في سير الايام، كون ما يكونش فيه التفاح انا معاك.
خصني شغل ناقصه حاجه اكزاكتومون 100%. عم يديروا دوك الانان هذيك المعلبه، يديروا فواكه مجففه على كل لون. ايه بصح حنايا في الجزائر ولا في في, ايه. في العاصمه ولا تربينا يعني على التفاح. على التفاح فوالا. والتفاح هذا انا شخصيا نطيبه وحده باش تقعد هذاك اللون الذهبي تاعه. هذا رائع، هما يفرحوش صح. فوالا نخدم واش نديرو هنايا؟ قلنا هذو نحطوهم دو كوتي باش من بعد نحطوهم في السيرو. نروحو مباشرة للشباح الصفراء اللي العزيمة عليك باش تحكي لنا حكايتها يا لالا فلا. يطول عمرك. هنا نجيبو الريسيبيون. بسم الله. فوالا. هذايا باش ما يزلقلكش. فوالا. هاكي سيباري لي برك لو بلون على الجون. تري بيان. بسم الله. فوالا. هنا السيرو تاعنا راه يغلي. نعطيلو برك تقليبة صغيرة باش ما يحبطناش السكر لتحت. ما تخلوش السكر يحبط لتحت. مش هادا ما يتحجرش معاكم. ندير لك مباشرة الصفار في هاد لو ريسيبيون ولا قبل نديرو اللوز باش نعرفو شحال نسحقو؟ حبيبتي الغالية تفضلي. واش زيد فضلك، هنا ديري لي الصفار والهيك البياض. مشات بسم الله. اوب نخلو هذا يغلي السيرو تاعنا باش من بعد نرمو الفاكية تاعنا. هنا راح نمد لكم المقادير المضبوطة تاع شباح الصفرة لي بزاف سيدات يعاني ويقول لك انا تفتح لي في المقله. اليوم حنقولوا كل التدابير الاسرار نجاح شباح الصفرة. هذه هي، هسمعوني مليح. هنا اني وزنا 3 كيلات صغار بهذايا. شوفوني ها هذا لوز، 3 كيلات لوز هامليك مدشش. فوالا هنا عندنا كيله موان دو دوا تاع السكر، باسكو كون نكثروا السكر كون نديروا 3 كيلات بكيله الشباح راح يجينا يابس ويجونا حلو بزاف. صح باسكو مع الاخر ومن بعد نرموه يطيب هنا. نعم دونك هنا واش نديروا؟ نديروا كيله سكر موان دو دوا، نحطوا السكر تاعنا فوالا هكذايا. نحي هادو كي تكملي حتى من تحت. نعم بون وندير هاد الحركه، معليش هذه فيها السكر، نخلط مليح. فوالا نحو هادوما ونخلطو هنا السكر مليح مع اللوز. وهنا نصيحة ولا تدبيرة، من فضلكم ما ديروش لافاني، باسكو لافاني هذه كي تكون نوعية غير ماشي غير جيدة مثلا تنحي لوكو تاع اللوز. اكزاكتومون حنا عندنا اللوز اللوز لوكو بنين وطاغي، دونك ما كان نديرو لافاني. عندنا ما ورد نديرو رشات فقط. هذه هي هذه هي الله يبارك. هنا خلطي لي هادوما. بسم الله ندربهم ياك. دربيهم. بسم الله ناخذ الشيطه نقول بسم الله. دربيهم بفلة واسمو الشربة تاعنا راهي تغلي. نعم هنا ندير رشه تاع ما ورد ماشي حاجه للنكهه فقط. Exactement. ملعقه اكل هكذا فقط هكذا ايه، ونفتل غير هكذا. وفي اللي تحط لي صفار البيض وتحكي لنا على الوصفه. لا تقدري او فوغيا ميزور بيان سور افيك بليزير. ما تكتريش روحي حطي. نعاود نروح وندور وندور، نعاود نولي نروح لبلاد الفرقاني وبلاد الهمه والشان. سيرتا قسنطينه. سيرتا عاصمه قسنطينه. كان كاين واحد الداي وتسميوه الداي صالح. الداي صالح كان البيت تاعو ولا القصر ديالو عمرو الى الف يفرق. ديما ضياف عنده من كل مكان، والريح اللي تخرج من داره يا سلام غير لوز وزهر المقطر. الله الله. وصالح باي كانت عنده واحد الطفله الله يبارك عويتقه ويسموها بايا عيشه، مولوعه بالفن تاع طياب. وكانت البيرفكسيون بزاف الطيب باللوز، هريسه اللوز ولا طمينه اللوز. الله الله. هما قسنطينه معروفين بهذا الوصفات. معروفين في هذا الوصفات. دونك طيبها بطريقه يعني رائعه. في يوم من الايام كانوا جايين ضياف كالعاده، الدايات والبايات والناس اللي لاباس بها ديما ديما بيتها عامر. دونك هذاك النهار يجوا الخطابه قالنا باش يشوفوا بايا عيشه. قالت لك انا ديما ديما ضياف اللي يجونا نحضر لهم هذيك الهريسه وحبت تخرج على العاده. قررت بهذيك العقده تاع اللوز لانه الهريسه فيها اللوز وشويه تاع الزهر تبدل وتدير اشكال صغيره وتطبعها. زمان ما كانش الطابع، دونك المخيله تاعهم كانوا يطلقوا العنان للمخيله ديالهم. يديروا نجمه، يديروا هلال على حسب الاشكال اللي يشوفوهم في الطبيعه. دارتهم هكذاك غير صغار اومينياتور، ومن بعد
قالت نقليهم شي دو تحميره، ولكن باش ما يلصقوش خمت وبالذكاء تاع الحرايه تاع الزاير من زمان قالت نغطسهم في الزيت ونقليهم. وجدت الوصفه وحضرت هذاك الكفته تاعها تاع اللوز ولا العقده تاع اللوز ودارتها اشكال صغيره وغطستها في البيض وقلتها غير برتب. كي جا العشيه صالح باي وجاوا الضيوف ونجمعوا كاملين فوق الطاوله، بمجرد ما طاحت عينيه على هذيك الطاوله قال لها شكون اللي شبح اليوم هذيك السفره؟ الله الله، طغلت فيه بين الحكايه الاسم ديالو ولا الشباح السفره. فوالا فلا، شوفي شوفي انا علاش درتها فوق البلون دو ترافاي. الله يسجيك حوسيلي، كاين تحت كوبات مش هكا نقوم نسيبيها. اكيد عندنا، شوفوا معنا هنا. بسم الله تفضلي. يزيد فضلك هنا، شوفي علاش درتها فوق البلون ترافاي هنا، باسكو درناها في لا مينوت. السكر ما دارش يعني ما نقدروش نبيتوها ولا دونك واش نديرو؟ نديرو بك هذه الحركه، ندخلوا السكر دو فاسون طلعي لي بك شويه هذا الشوميزي، طويها على زوج هاك ديروا. شوفوا هذه الحركه كي تكونوا مضطرين كيما انا هايلك، كي شغل راني ندوب في السكر. فوالا هكذا، وباش نكون معاكم للامانه، باش نكون امينه معاهم لا فيغيتي الصراحه، هذا اللوز هذا ماهوش ملحي كيما تحب ماما نعيمه وفلا وكل الجزائريات. اشباح الصفراء اللوز تاعها لازم يكون ملحي اون بودغ. فوالا باش كي نطبعوه يجينا شباب. انا هذا جاني شويه خشين، مي ان شاء الله نسلكوا راسنا به باش برك نقول لكم الوصفه من الالف الى الياء. عطيني وش عطيني تشوفي وش حياكلوا من الضياف. حياكلوا من الضياف، مرحبا بهم. الله يبارك. فوالا شوفوا نقرصوا هكا، شتي ما سحقيناش الكوبات معناتها المعيار راهو سوا سوا موزونه، فوالا ما لصقت ما والو. هذه هي، هذو الانامل ديالك. الله يبارك. الله يسلمك، تعيشي بارك الله فيك. نطلب منك حاجه فقط، تفضلي تكلمي لنا تكملي لنا الحكايه تاعك باش هكذا ننتقلوا لمرحله اخرى. الحكايه تاعنا حتكمل نهايه رائعه. دقيقه فقط سمحي لي. هنا شوفوا معنا، واش رايك نحطهم لك ماما نعيمه المقادير الفواكه الجافه؟ نعم شوفوا معنا الله يبارك. شوفوا عسيله ما شاء الله، اللون اللون تاعها صفيفر. الله 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 يبارك. بون دوك انا حشمت نمس فيهم. ايا بسم الله، ارمينا بسم الله. فوالا نخلو هاد لا ترونش تاع القارص، خليها لداخل. فوالا خليها لداخل، زيدي العينه واحد الروايح. الله يبارك ما شاء الله، نقصوا لها هكاك ونخلوها هكاك تك تك تما. فوالا تري بيان، الله يبارك. هادو ارفديهم منا بسم الله، وحده في قلب اختها. هكذا نكونوا مطمنين عليه باسكو الغاز راه على بالكم بلي السكر تمتم يحرق. واش نديروا؟ نقصوا كومبليتمون للنار وننتقلوا مباشره لشباح الصفرة تاعنا. ايه وفلا تكمل لنا الحكايه. دونك حكايتنا، اعطيني الحله اللي سجيك يطول عمرك. ايوه حنا حكينا على عيشه بايه اللي بالشطاره تاعها وبالحداقه تاعها من حبه صنعت قبه، موالفه دير غير هريسه بطريقه بسيطه وتقليديه وتقرطها. هذاك النهار قالت لك لاله، قالت لك ماذا بيا نهار يجوا الضيوف تاع صالح باي يلقاو ديما ديما كاين الجديد. وكما تفهمنا باللي بالفكر تاعها والابداع دارت اشكال. دونك زمان هذوك الفحلات كانوا غير بالخيال ديالهم اللي يبتكروا، ما كانش طوابع وهذوك الاشكال كيما نهار اليوم. ماما نعيمه جبتنا اشكال بزاف شابه، شوفوا ليا اشكال رائعه. هكذا باش نسهلوا المهام مع السيده الجزائريه. دوك كل شيء سهل، دوك غير اللي ما حبش. الافكار كاينين، لي مول كاينين، وحتى الوصفات في زهره تي في كل حاجه سهله. كل حاجه سهله. دونك هذيك العرضه اللي داروها لقات استحسان كامل الضيوف، ودارت ضجه في هذيك الفتره، ولا ونسا ولا عويتقات يوجدوا هاد شبح الصفره بالطريقه تاع لاله بايا عيشه بن صالح باي. ومن بعد عبر مرور الزمن لقاو باللي شبح الصفره وحده ما كانش كيفاش، حضروا له هذا المرق اللي حضرتيه نهار اليوم. نسمع فيك فلا، نسمع فيك تري بيان. زادوا مريقه بلون مذهب وكانوا يديروه بالعسل الحر. تخيلي معايا لا ما شاء الله، معناتها صحي 100%. فواكه جافه، عسل حر، وزيت شبح السفره. هذه هي هنايا نحطوا الطابع تاعنا. نتمنى شوفي فلا معايا باسكو مانيش نشوف. دونك الله اعلم. لا رانا في سيغ ميزيغ. انا سيغ ميزيغ. واش نديروا باش نربحوا الوقت؟ نضغطوا هكذا الضغطه هذه. ايه فوالا هكذا
نتوما حاولوا يكون نفس الارتفاع. اكزاكتومون. فوالا. نعطيك الكوبات باش. ما تخميش كي يكونوا مقادير صدقيني ما تحقي الكوبات كيما شتي معنا. انا راني مصدقه باسكو راني نشوف بعينك. نشوف بعينك فوالا شفتي بعينك. الله يبارك. دونك ما نسحقوا لا كوبات لا والو. الا للضروره. هذه هي. هكذايا. نتمنى نكون لحقت حتى لتحت. نحي فوالا نحي نحي الوسمو تاعي الزوائد هذوما هذوما الزوائد تري بيان ونقاردي غير هذوما الاشكال شوفوا معنا يا الله شوفوا الله يبارك نزيدو هكا نسوو بيدينا شوفوا معنا لازم تكون الحبه هكذا عاليه شوفوا هذا لوكور شحال شباب فوالا ميم كي نحوهم من المول واش نديرو فلا نعاودو نسقموهم بيدينا شويه شويه كيما هذا الهلال شوفوا معنا فلا نحي لي كامل هذوك الزوائد بسم الله شوفوا الهلال على حاله الله يبارك شوفوا معنا هانديك حنا واش نديرو فلا نكملوا كامل هذه الاشكال ونحطوهم يرتاحوا نخرجوا فاصل ونعاودو نولوا باش نكملوا باقي الوصفه والحكايه ما تروحش بعيد مرحبا بكم معنا من جديد في وصفه وحكايه رجعنا باش نكملوا باقي الوصفات أكيد. اللي هي شبح الصفراء وطاجين الحلو الله يبارك هنا الطاجين نورمالمون راه طاب واش نديرو هنايا نحوه منا ونحطوا المقله هنايا فوالا وانا نوجد لك الزيت بسم الله يعطيك الصحه يعطيك صحتك ها فوالا نحطوا شويه زيت معليش ندير هذه الحركه غير بالعقل بلا ما ندفق فوالا تاك نورمالمون ما دفقتش هايلك واش نديرو هنايا الزيت تاعنا يدفى شويه برك ونديرو واحد العمليه مهمه جدا في الشباح وشنو هي في الله نغطسوه في البياض يعطيك الصحه كما دارت لا بايا لا بايا فوالا جبدي لنا اناسيات بسم الله تفضلي وجيبي لنا كوتكس الله الله عليه بيان سور منقذ المرأة الجزائرية في البيت أكيد. هذا هو ما كاينش كيفاش بلا بيه الله يبارك هذه هي نعطيك ان بانسو بانسو بسم الله أكيد فوالا وتعطي لي ولا ندير بيدي واش رايك؟ ما حبيتي أنا قلت نضربوها قبل شوية هذاك ضربيها شوية البياض باش ما يقعدش هكذاك خيوط بسم الله اللي ما يحبش الزنقه تاع بياض البيض هو ما فيش كيما الصفار إيه؟ نقدروا نديروا رشه تاع ما ورد ولا رشه تاع فانيلا يعني معاك سينو نخلوه هكا كيما حبيتي كل واحد وعقليته المرق تاعنا من السم من السم الله الله عليه دونك حنرجعوه للمرق حيتشرب فوالا العمليه وشنو هي كيسخن الزيت بسم الله المعلومه هذه للسيدات اللي ما على بالهمش باللي اشباح تتقلى على زوج مرات بيان سور نقلوه المره الاولى فريمون بيض فوالا نخلوه يبرد نخلوه يبرد تماما وكاين عائلات يخلوه يبات حتى الغدوه من ذاك قال لك الشغل المليح يطول يطول دونك حنا واش نديرو نقدروا نرموا الحبه تاعنا اي نشفت بيان نرموها لداخل هكذايا هذه هي ونعطيك فرشيطه هذيك فوالا الله تفضلي يزيد فضلك واش تقولي فيها نقش لك التفاح ما نقولش لا لا بارك الله فيك خلي الكبيره الشابه هذيك فوالا بسم الله شريها لي هنا واش ندير ضروري لازم تحطوه في البابي هذا معناتها يستقطر من هذاك الزائد تاع البيض فوالا هايله مليح عم السكون والهدوء المتعة في العمل المتعة في العمل فوالا هذه هي ساعة ساعة احنا نحبوا نهضروا معاهم بزاف باسكو نحبوا نوضحوا كاين تفاصيل كاين كيما قلتي لي في الكواليس مقبله تفصيله صغيره تخسر الوصفه اكزاكتومون دونك حنا ماذا بينا نتكلموا معاكم باش هكذا نفيدوكم حديث ومغزل ياك حديث ومغزل ان شاء الله ان شاء الله كلهن اذان صاغيه ان شاء الله يتبعونا ويستفادوا من البرنامج تاعنا ان شاء الله تحبي نديرهم لك فيديو جماعة نعيمه معليش زياده الخير خيرين هكذا باش نخدموا دونك فوالا هاد الحبه الاولى اعطيني بابي كوتكس بسم الله وحيده تفضلي زيد فضلك والعمر هنا نتبادلوا الاماكن ونجرب حبيبه
ماذا بيا هذاك ليكسي تاع البيت كامل ما يكونش. نقلبها هكا ونقول بسم الله ونحطها هنا. هايلة مليحة. نقول لك فلا واش ديري بلا تكملي من راسك. انا قلت نكمل لك التفاح ونغسله لك هكا نتح بالقارص باش يقعد لك هكذا كيشهي. ما نخافش عليك يطول عمرك. نعاود نكرر المعلومة في الإعادة إفادة. قلنا هاد الشباح هذا يتقلى على زوج مرات، نقلوه تخي كلاغ هنايا ومن بعد نخلوه يبرد، نعاودو نفس العملية ولا نفس الكرة ونعاودو نقلوه. فوالا هكا مانيش حابة يتحمروا لي تمتم فلا. نعم مغيرفة نمسحها شوية. شوفي إلا كاين تما مغيرفة معليش تعينوكس عطيها لي. بسم الله كيفاش انا نوصي فيهم؟ نقول لهم اقلوهم بيوضه وانا نحرقهم. سا سفي با. دونك نقلب البنات قلوهم كلاغ على هكا. عامليك شوفوا هادوما سبقوني شويه جاو حميمرين، وانتوما هادوما شو كاش تخلوهم؟ اكو تبعوا فيا ليكيب شوفوني. هايلك خلوها بيضة كيما هادي. شوفوا هنا خلوهم بيوضة هكا باش نعاودو لهم لا دوزيام فوا. فوالا تخي بيان. شوفوا معايا نعاود نكرر، هادو ما فاتوني تقلاو شويه دوغي، وانتوما اقلوهم بيوضة كيما هاد الثلاثه الاخرانيين. نكملوا العمليه تاعنا. كاين بزاف لا. نعم نعم تكدايما حنونه. يسلمك حنونتي. شوفي كاين بزاف بنات مخطوبات ميتين بالرعب. صح يقول لك انا رايحين نسكنوا مع العجوزه وخلات علينا وما نعرفوش الوصفات التقليديه الجزائريه. حنا رانا هنا باش نورو لهم يعني اكبر عدد ممكن من الوصفات التقليديه الجزائريه وليزاستيوس تاعها. يعني عندنا بزاف تدابير وبزاف طرق باش نوصلوا هذه المعلومه في اسهل صوره. صح خاطش كاين بزاف بنات يخافوا، يقول لك نخاف راني حنسكن مع العجوزه وما نعرفش نطيب ويضحكوا عليا. ما يضحكوا عليكم ما والو، واحد مازال معلم عفوا. العجوزه حتدير العروسه نورمالمون بنتها. لانه كاين عرايس يدخلوا لديار الناس يعيشوا مع مالين الدار اكثر ما يعيشوا مع والديهم. اكيد بيان سور العجوزه هذيك حتكون ام ثانيه وحتى العروسه حتكون بنت ثانيه. اكيد بيان سور حنا نحبوا نوصلوا معلومه. كاين واحد المثل فلا ما يعجبنيش. إيه؟ يقول لك لا تفهمت الكنه والعروسه يدخل بليس وين؟ الجهنم ولا الجنه للجنه. بليس يخرج من الجنه. المهم هكذايا انا هذا المثل والله ما يعجبني خاطش بسم الله ما شاء الله انا نشوفه عجايب يعني عجايز وعرايس متفاهمين صدقيني شغل بناتهم. صح صدقه باسكو العجوزه ان صح التعبير ماهي شغوله. صح قولوا لي وعلاش انتم مع يماكم في الدار دائما سمنه على عسل؟ تصرى مع الام وبنتها يعني بنتها اللي جابتها من كرشها ما بالك مع العجوزه. واش نقولوا حنايا؟ نروحوا بالعقل بالصبر خطوه بخطوه المسعفه وما كاش كيما المعاشره الطيبه. هذه هي باسكو كاين بزاف عجايز جابوا عرايس صغار صدقيني في 17 سنه وعلموهم ورباوهم واستفادوا منهم. اكيد معناتها ما كاش كيما التعايش في دار وحده ولا. يا اخي واش رايك؟ انا نقول للعجوزه هي سند والعروسه كانا هي سند معناتها اخذ وعطاء هذه الدنيا. يعطيك الصحه. هذه هي تحيه كبيره لعجايزنا وامهاتنا. هذه هي ربي يحفظهم ويطول عمرهم. هذه هي الحكايه. دونك هنا نعسوا هديه الحم الحلو تاعنا. درني شويه قارص هنايا عصري لي فوق وشويه قارص. عصرت له عصرتي ما شاء الله. يطول عمرك. هنا واش نديروا؟ نحكموا التفاح تاعنا. يدي غيتشعل الله يبارك. هادو يديدة تاع سلة الله يسلمك. نحطو هنايا هاد التفاح يقعد كروكون باوي ما لازمش يطيب كيما المعجون ويقعد هكا صفر الله الله عليه. وراهو نوعية رائعة ملحم ما شاء الله. بون نحطوه لداخل هكذا. أنا واش موالفة ندير الطريقة تاعي عند التقدير باش نعاود نشعلو. صح
ونرمي هذاك شويه تاع المزهر. باش تقعد هذيك النسمه تاع المزهر. شوفوا معنا الله يبارك. ما شاء الله. هذه هي. واش نديرو؟ هذيك الفرشطه فرشيطه والله. الفرشيطه؟ ايه فرشيطه ومغيرفه اللي كانوا هنا. ولا انا شوين ديتهم؟ كنت نواسي هام لك هام هنايا. هام من جهتك؟ هام هنايا. واش نديرو؟ نطيبوهم ابلون. طيبوهم ابلون ونعاودو لهم. انا طيبتهم خطره برك. نخليهم يبردوا كما قلتي لنا نقدروا نخليهم يباتوا كانا. يباتوا. باش يعطونا نتيجه خير وخير. شوفي الله يبارك عندك البيض ما عندكش. ما شاء الله. والو ما كانش كامل البيض. صدقيني سي اون استوس ماشي كامل الناس ديرها. ولا. انا شفت ناس يدخلوه في البيض عند المقله والبيض يتقاطر. نو نو نو. دونك لاستوس نحييك عليها. يعني الله يسلمك تعيشي. واش قلنا احنا؟ احنا انا هنا في الخدمه تاع هاد البنات اللي يخافوا الوصفات التقليديه الجزائريه. الله يبارك. احنا نقلوا هادو ما نكملوهم. ايه. شوفي سبحان الله قليتهم خطره وخرجوا ما شاء الله. ما شاء الله. بصح انتوما اللي ما تخرج لهمش هاد النتيجه يقلوهم دوش خضرات. هذا ما كان. ما نعرف لا نقدروا نكملوا الدردشه تاعنا ولا. امورنا راهي واضحه. شبح صفرة واجد، المريقة واجدة، مازال اللوز في لو دغيزاج و اللوز فوالا، بزاف لوز، قلت بزاف لوز بزاف ناس جاتني ضحكة باش نقول بزاف ناس قلت بزاف لوز. معليش ألوغ يعطيك الصحة ربي يفرحك. سبحان الله تكوني ساكنة في مخي أنا قدرت تفهميني تمتم. ما كان حتى مشكل رانا باش نتعاونوا. تعيشي بارك الله فيك. يطول بعمرك. شوفي الله يبارك ولا غير فرحة ما شاء الله فرحة ولا غير ما شاء الله. معناتها جبناها من الضربة الأولى. جبناها ما كلش تعاودي هكذا. الله يبارك. أنا الوصفة ما نكتبش على ربي تعلمتها عند القسنطينيات. الله يبارك. يعني وهن يعني معناتها أكدنا على الإعادة وصدقيني حنقولها لي أول مرة. أنا نقليهم غير مرة. ويجو توب. عند ربي يخرجوا لي هايلين. الله يبارك. لون ذهبي. ما حبيتش نخرج على الوصفة تاع القسنطينة. هذه. دونك قلت الوصفة بحذافيرها، بصح صدقيني في داري نقليهم خطرة يخرجوا لي خير من هادو. باه. خاطش اللوز يكون برحيلي أون بودغ. هذه. هذا شوية خشين اللوز تاعو. فوالا. دونك هذه هي. ولا غير جاو رطبين الوجه تاعهم راهو كي المراية. ما شاء الله، الحمد لله، النعمة من عند ربي العالمين. الحمد لله يا ربي. إيه. مازالت لي برك استيس نقولها لكم البنات. أيه؟ وهي تقرميشه تاع اللوز. ايه قولي لنا. فوالا نقول لك فوالا اللوز تاعنا. ايه عامليك عامليك حبيبات الله الله. كاين بزاف ناس ياكلوا ما يعرفوش التقرميشه هذيك تاع اللوز منين جايه. قولي لنا. دوك نقول لك في الله كاين ناس يقلوا هكا في الطاجين ولا في السنيوه في الفوق ويحطوه. إيه؟ هاد لاستيس هادي واش يديري؟ كي تقلي الشباح تاعك تاك ترميه. ترمي اللوز تاعك. الله يبارك. واحد التقرميشه تقعد لك شهر. راني متاكده منها. اكونديسيون نروحوا عند الموقيت تاعنا كوتاكس نحطوه لداخل باش يمتص كامل هذاك الزيت ونستعملوه. شوفوا معايا. قبل ما نخرجوا كملنا الوصفات تاعنا. قبل ما نخرجوا أيه؟ قلنا التفاح حطيناه طفينا على اللحم الحلو. أيه؟ كي نجيو نحطوا لضيافنا ولا لينا ولا نشعلوه ميم با دو مينوت نزيدوا له ما زهر فوالا ونطفوا عليه. هاد شوفوا معايا قعدوا هنا معايا نحب هاد لاكسيون نموت عليها هنايا في داري ولا في ستوديو ولا دونك راني حابه لون وتقرميشه يا سلام. هذه هي الكوتكس تاعنا واجد. نوتت لك بسم الله. شوفوا بالك وتخلوه يتواسى يتشد لكم يقعد دوغي برك. كي تشوفوا هذا اللون شوفوا معايا شفتوا هذا اللون كاش راه مواسي واش ديروا؟ يكمل طيابه والنار طافيه في الزيت سخونه. هاي قدامكم هذه الحركه تاك راني طفيت راني طفيت دوك تشوفوا كاش يكمل طيابه. كاين اللي يديروا اللوز افيلي من الفوق في الله. سي براتيك دي فوا. سي براتيك. لون مذهب يشهي والريحه معبقه في كل مكان. بارك الله فيك ويعطيك الصحه. هنا نقدر نحي بهذه بالك ما تلفتليش ما تلفتليش. لا لا معليش حبيتي نحي لك. نحي لي ايه فوالا نحطوهم هنايا اي تبدلوا الاماكن. مشات. يعطيك الصحه في الله. يطول عمرك. شوفي احنا كملنا جميع الوصفات ولا الوصفتين. طاجين الحلو وشبح الصفرة باش نديرو حنايا نروحو فاصل نلمو كامل هاد الأدوات اللي ما سحقوهمش ونوجدو الوصفات ونتلاقاو بعد الفاصل في طاولة التقديم ما تروحوش بعيد. ما
مرحبا بكم معنا من جديد في المرحلة النهائية للوصفة تاعنا اليوم اللي هي طاجين الحلو بشبح الصفرة. الله يبارك ماما نعيمة، جا رائع، وانا شحال نفرح انها نلقى هاد الاطباق الاقتصادية. ما كاش الحيمة، ماناش ملزمين باش نديروها لانه الطبق فيه فواكه جافة وفيه لوز وفيه اشياء راقية، دونك نخلو طبق واحد اخر يكون فيه اللحم وهذا نستمتعوا به ونستمتعوا بهاد الفواكه الرائعة. يعطيك الصحة وبارك الله فيك. يطول عمرك. كما مولفين معنا، يعني كل وصفة عندها حكاية تاعها، ماذا بك في عجالة تقولي لنا تعبدي ذكري المشاهدين بهاد الحكاية تاع هاد الوصفة. الحكاية عنها اليوم داتنا القسنطينة، البلاد الفرقاني، بلاد الهمة، بلاد الزهر المقطر، وحكينا على هذيك الطفلة اللي يسموها عايشة باية بنت صالح باي، اللي نهار جاو الخطابة وحبت تحمر وجهها مع باباها مع الضيوف، وجدت هاد شباح السفرة، عطات أطلقت العنان للمخيلة تاعها وراحت حكمت هذيك العقدة تاع اللوز اللي مولفة تدير بها الهريسة، ودارتهم أومينياتيور، طبعتهم غير باليد، شكل هلال وقمر، والنتيجة أبهرت الوالد قبل الضيوف وقال شكون اللي حضر هاد شباح السفرة. يعطيك الصحة. ومن هذاك النهار سموه شباح السفرة، وعبر العصور أضفنا المرق هاد المذهب كما نهار اليوم، أضفنا هاد الفواكه الرائعة، وولى الطبق كامل مكمل. يعطيك الصحة وبارك الله فيك. يطول عمرك. نتمنى من المشاهدات الكريمات استفادوا من هاد الحكاية ويعلموها لولادهم الأجيال القادمة باش هكذا نحافظوا على الموروث الجزائري تاعنا. واش نقول لكم على الاخر، اللي فاتت وصفه ولا الحكايه تاعنا اليوم واش يدير في الله؟ يروح لموقع زهره تي في، راهو رايح يلقى كامل التفاصيل. مع الاخر واش نقول لهم، ابقوا على خير في الحلقات القادمه باذن الله تعالى. سلام.